بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ بنستعين عليه نتوكل، منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام من تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم في يوم جديد من أيام المنافسة والسباقات، اليوم الثاني من ختام تمهيد المرموم. مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبداية أول بطولات هذا الموسم. بسم الله وعلى بركة الله تعلن انطلاقة أول الأشواط وهو الشوط الخاص بالإبكار المحليات الأصايل من خلال منافسة سن الإذاع على مدار 14 شوطا ولمسافة 5 كيلومترات. نرحب بكل المتابعين، نرحب بعشاق الأصالة، نرحب بالانتماء إلى هذه الرياضة العربية الأصيلة من خلال البداية والمنافسة في تحديات هذا الميدان تحفة ميادين السباقات. ينطلق الشوط الأول ونتابع مع حضراتكم مشاهدينا الأعزاء من خلال انطلاقة هذا الشوط المراكز الأولى. نذهب إلى المقدمة مباشرة وريمة لحمد بن مطر بن عميره الشامسي على المركز الأول، بينما المركز الثاني الثريا في المركز الثاني سيف بن حمد بن صالح الظاهري، وهناك على المركز الثالث من خلال المنافسة التي تبدو في هذه البداية. وأتابع انطلاق أحد الشعارات من الغربية حسب ما أتابع من خلال هذا المسار. هنا نرفز للصغير بن محمد بن سيف المنصوري على المركز الثالث، بينما المركز الرابع هناك الدخول من المركز الرابع لأوتار علي بن سالم بوظفيره العامري، وعلى المركز الخامس هناك الدخول من سج لراشد بن سالم بن سعيد المسافري، وعلى المركز السادس نعود مباشرة إلى مطرح خلف بن مبارك بالجافل الحميري، وهناك على المركز السابع محاولات قادمة من السعدية عمر بن عوض بن عمير الاجتبي، والمركز الثامن انتقلنا إلى حظ محمد بن عبد الله بن ثاني النعيمي، بينما المركز التاسع تتواصل فيه وصايف حمد بن جار الله بن محمد البريدي المري، والمركز العاشر هذه شواهين راشد بن عبيد بن علي بن رشيد الاشتبي. هذه إذن المراكز الأولى وأول ندانا في انطلاقات هذا الصباح، والذي يحمل هذه البداية يحمل هذه التحديات يحمل هذه المنافسات هنا في 5 كيلومترات في سن التحدي كما يطلق عليه من خلال البداية ومن خلال هذا المسار. العودة إلى البداية، المقدمة والصدارة وريمة لا تزال على البداية في اندفاع قوي من انطلاق هذا الشوط. حمد بن مطر بن عميره الشامسي السلام أبو ظفيره قادم أيضا بقوة من خلال تواجد أوتار علي بن سالم بوظفيره العامري، بينما نرفزه في المركز الثالث. وامور الامور حتى هذه اللحظه هاديه ولا تحتاج الى نرفز الصغير محمد بن سيف المنصوري، بينما المركز الرابع دخول منصور حميد بن خليفه بن سالمين الحميري، وهنا المركز الخامس يا سلام بالجافله وصل ايضا مع مطره خلف بن مبارك بالجافله الحميري في هذه البدايه الاولى، ونحن نتواصل من خلال هذه اللحظات. المركز السادس دخول ايضا انطلاقه قادمه من السعديه عمر بن عوض بن عمير الاشتبي مع هذه الانطلاقه وهذا المسار، بينما المركز السابع يا سلام على المركز السابع حظ محمد بن عبد الله بن ثاني النعيمي، وفي المركز الثامن هنا دخول وظهور لوصايف حمد بن جارة بن محمد البريدي، بينما المركز التاسع الشاهينية في هذه اللحظات راشد بن عبيد بن علي بن رشيد
والمركز العاشر. يا سلام من عدن ايضا من خلال سراب عبد الله بن نايع، عبد الله بن راشد بن نايع الاغفلي. هذه التحركات، هذه المراكز، ونحن هنا نصل مع 2 كيلومتر من خلال نهاية هذا الشوط وهدوء الأعصاب الذي يبدو في هذا المسار مع انطلاقة قوية والكل يبحث عن تغييرات وتبديلات، لكن ريمي لا تزال هي المتصدرة من البداية حتى هذه اللحظة، تقود المركز الأول بكل ثقة، وبن عمير أيضا ملتزم بالاندفاع إلى المركز الأول. حمد بن مطر بن عمير الشامسي أحد الأسماء والشعارات التي تميزت دائما بالمنافسة وتقديم الانطلاقات. الجولة هذه جولة الساعات، والساعة الأولى يا سلام في انتظار القادمين، في انتظار القادمين من خلال هذه المنافسة التي سيشهدها هذا الميدان. يا سلام يا سلام، هي نرفزة نرفزة اللي في المركز الثاني، صغير بن محمد بن سيف المنصوري، وهنا أيضا بوظفير مع وجود أوتار علي بن سالم بوظفير العامري، والمركز الرابع. يا سلام يا سلام، في هجوم قادم بقوة أيضا من خلال هذه اللحظة، وأيضا وجود التحدي والإثارة منصورة. حميد بن خليل بن سالمين الحميري، 1200 فقط للتذكير للمتابعين وأيضا المراقبين. نخبر أيضا عن هذا الموقع، موقع التحركات التي تبدو، شوف شوف السرعة بدأت الآن تتقدم من خلال الكيلو الأخير. وريمة ريمة ما شاء الله 5 كيلو أو 4 كيلو تقودهم بكل ثقة وتحمل وانطلاق ما شاء الله. والمركز الثاني التقدم القادم من منصور حميد بن خليفة سالمين الحميري، والسعدية بتسعد بالبداية الأولى، بتسعد مع عوض عمر بن عوض بن عمير الاجتبي. ما شاء الله منافسة أصبحت ثنائية من خلال هذه اللحظة. هل تبقى المقدمة، تبقى الصدارة مع وجود ريمة حمد بن مطر بن عمير، ولا السعدية تتجاوز السعدية، تقدمت السعدية، تنافس السعدية. يا سلام يا سلام يا سلام، تحرك السلام، كان هناك في العين وأصبح الآن إلى زعبيل، إلى زعبيل. الله 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 الله، الثلاثة على المركز الأول والبداية السعدية. عمر بن عوض بن عمير الاجتبي، الله 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 الله، ما شاء الله وتبارك الله، الساعة تستاهل والأمور تمام. وأقول البداية هنا تحمل السعدية، عمر بن عوض بن عمير الاجتبي، تحقيق انتصار وأول ساعات هذا الصباح في سن التحدي، سن الإذاع ما شاء الله مع السعدية. صباح الخير للمتابعين والمحبين وأهل السعد، أبشروا بأننا على موعد متميز في سباقات الهجن هنا في هذا الميدان تحت ميادين السباقات. إذن السعدية على المركز الأول، عمر بن عوض بن عمير الاشتبي المركز الثاني، الشاهينية في المركز الثاني راشد بن عبيد بن رشيد، والمركز الثالث هي ريمة لحمد بن مطر بن عمير، بينما المركز الرابع منصور حميد بن خليفة سالمين، والمركز الخامس وصايف حمد بن جار الله بن محمد البريدي المري. ما شاء الله، هذه الأسماء، هذه البداية، هذه الانطلاقة، هذا المسار. أشوف التوقيت، التوقيت 7:34 من خلال هذه، أو نقول 35، يا سلام يا سلام، 35:17 من الثانية من خلال هذه الانطلاقة وهذا المسار. ما شاء الله وتبارك الله، بينما المركز الثاني، المركز الثاني الذي يبدو أيضا في هذه اللحظات، المركز الثاني شاهينية أو شواهين في هذه الانطلاقة، والتي ذابت لراشد بن عبيد بن رشيد 7:38 من خلال المتابعة وأربع أجزاء من الثاني. والمركز الثالث، نشوف المركز الثالث ريمة، هي حمد بن مطر بن عمير الشامسي، السلام 38:24 من الثاني و7 دقائق. هذه هي انطلاقة هذا الشوط وتحدي هذا المسار، تحدي هذه الانطلاقات التي تحمل المزيد من القوة ومن الاندفاع على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله، جولة الساعات مستمرة ونحن منطلقون مشاهدينا متابعينا الكرام من خلال هذه اللحظات وهذا المسار وهذه الإثارة التي تحملها مسارات هذا الشوط، الشوط الثاني.